مرحبا بك من جديد أخويا معز، ومرحبا بكل حضرات النظارة والنظرات في هذا الموعد الجديد، ربما باش ما نقولوش المتجدد والفريد والقار، وباش ما نقولوش أكيد مع فقرة اللوجيك السياسي. إذن الانطلاقة باش تكون من أمريكا اللاتينية وبالتحديد من روسيا، منين جانا خبر وفاة السيد ميخائيل كلاشينكوف، مخترع السلاح الآلي الشهير الأكثر ربما انتشارا في العالم واللي يحمل نفس الاسم. معانا إذن مباشرة السيد حمى الهمامي اللي على ما يبدو عنده ما يعلق في هذا الموضوع. إيه يا ميخائيل وخي، فهمت كيفاش داز فيدانيا ناس داروفيا اشكون كان يقول باش نترزو فيه على سور شبابو؟ اسمعني جاي نقول لك حاجه يا توفيق. ميخائيل ضايا كان مناضل شيوعي من البريمه، فهمت كيفاش؟ كان الله يرحمه ضابط في الاتحاد السوفيتي، وقال لك يا سيدي المطرويزه ضايا عملوا باش حتى الزواول وابناء العمال والفلاحين يلقوا باش يقتلوا بعضهم، فهمت كيفاش؟ قتلني نقتلك ما انا مسيبه الامور هكاكا. إيه يا الدنيا، شكون كان يقول يجي نهار ويموت بالحمص الراجل بعد ما سمع بالكلاشينكوف اللي تعب عليه وعرق عليه سنين، باش يجي نهار ويولي يتباع في المنيه لبحث نصب نتاع البطيخ والغله. اسمعني جاي نقول لك يا توفيق، نحن جماعه المنجل والمطرقه زعام كان في بعضنا، حتى كي نسمعوا السلاح نفرقوه على شناتي نتاع الارهاب، ومن بعد نقعدوا نحوسوا بالقارات كورات نتاع الامن الرئاسي. نحب نقول لك حاجه، ريتهم ما عندهم سلاح، اما نقول لهم حاجه راهو يكلاشونا نكلاشوهم، فهمت كيفاش؟ اذا شكرا لك اخويا حمى، وان شاء الله ديما محسن مضمن بعيدا عن مظاهر العنف والكاش او الكلاش بكل انواعه. نواصل اذا حضرات النظار والنظرات مع الاحداث العالميه والقرار الصادر على الحكومه المصريه ليله البارح بتصنيف جماعه الاخوان المسلمين كمنظمه إرهابية. هذا القرار يظن كما باش نشاهدوا مع بعضنا ترتب عليه العديد والعديد من ردود الأفعال. الو اهلا وسهلا شي حوايج قرشوده. هاي اسمعني سيدي، معاك شركه طب الاطبال للاصفار والالعاب والمسابقات. هاي سيدي اسمعني جاي نقول لك، طلبتك باش نقول لك الف مبروك، راك ربحت معنا رحله باش تعدي 10 ايام في مصر، واكل شارب في احسن اوتيل 5 نجوم وشعار سيدي من هدا جيش، كل شيء على بعضه ب 50 دينار. نحكي معك توا وتساكن في ليا، فهمت؟ المفيد تمشي ما ترجع. لا نحب نقول لك معناها المفيد تمشي وتدير الجو تشتح المزيكا ومور كلها فلا. ولا استطيع، مع السلامة. بالله وتعلق عليه تليفون زادا. صح عليك رشودة، هي وسلكها المف، ما حبش يحصل ويمشي لمصر. اما نقولك حاجة، مصر هي الكل، الجيش الاولاني ومن بعد مصر. اذا حضرات النظارة ونظرات نواصلوا جولتنا العالمية، والمرة هذه في تركيا، والازمة اللي تعيشها حكومة رجب طيب اردوغان بعد الكشف عن تورط عدد من ابناء الوزراء والمقربين من السلطة في فضائح فساد مالي، وهذا ما خلى وزير الداخلية التركي يقدم استقالته بعد ما ولده تشد في قضية فساد. معنا إذن مباشرة الخبير في الشأن التركي والمحلل المختص في كل شيء وفي نفس الوقت في حتى شيء، السيد حسن سمنتا، للحديث في هذا الموضوع. شكرا لك يا أخي توفيق العبيدي، وبيدي انذي بدء فمتني، خلينا نقولوها مباشرة. هودي الوزير ذي متاع الداخلية تعب برشا، فمتني هودي، سمحني ترى توفيق خلينا نحكي أنا وياك هنوها وامشي معايا اللوجيك، فمتني وجاوبني نعم أملي كسيام، فهمتني؟ توزير الداخلية تاع تركيا هذي خضاب عبيد في عينيهم بالرش. قول لي بيه تحرقتش سفارة الأمريكيين مثلا، هو مثلا يخدم وزير. ايه والله يا حسن سمنتا، حسب علمي لا. صحية التوفيق، يمال قول لي لويش قام وفاش قام يستقيل الوزير. نحن في تونس عنا لوسيا علي العريف، كي كان هو وزير الداخلية هودي عمل ذوما كل يا اخي رقيني حطيني رئيس حكومة، فهمتني؟ قال له يستقيل. يا ودي تحب اقول لك حاجة توفيق، ريت وزير الداخلية التركي اللي استقال هذايا برجولية، نحس وكل يسنبل ايغا شوية في مخه، فما. إذا حضرات النظارة ونظرات، نعودوا للأخبار الوطنية وللحوار الأدلبي به مستشار سابق لرئيس المخلوع لجريدة مغربية، صرح فيه بأنه الرئيس السابق كان هدد ملك المغرب بفتح مكتب للبوليساريو في تونس بسبب البرامج اللي كان يبثها مكتب قناة الجزيرة بالمغرب. يبدو إذن حضرات النظارة ونظرات اللي الخبر ذي كما باش نشاهدوا ملقاش استحسان بعض أصدقاء العاهل المغربي في تونس. الو شكون معايا؟ بالله فتلالة تقول لي شكون معايا فتلالة؟ يا ودي كيفاش انا ما عرفتنيش؟ باللازمه فتلالة تقعد طول عمرك نيجاتيف فتلالة. يا ودي انا فوزي بنزرتي معاك اللي ما تحشمش فتلالة، بطل العالم للانديه فتلالة، لو كان مش البايرن فتلالة يا مخلوعه فتلالة، يا اللي ما تعرفش الوصول اكثر ولا اقل. يا فوزي اسمعني جاي نقول لك اش بيك يا فوزي؟ يا اخي مش كنا حبيبات انا وياك يا فوزي؟ يا ودي وراس خويا فرحت لك وصلت للفينال.
الجبال ما القريم عندي الجزيرة خرج فرش في قهوة وراس خويا يا ودي فتلالة عفة عليا يا ودي رشبيك ما تفهمش ألا فمك ألا ما تحلوش معايا كي يبدأ نتكلم فتلالة وغير جرب روحك فتلالة وحاول أبعث له حتى مساج من واكا هاني قيت لنمروك وألا باللازم ألا ما نجيك للسعودية بالذمة ونتفهم معك فتلالة خويا ذاك اللي تقلق فيه فتلالة لروا فتلالة عينية وهاو داير فتلالة يطلب فيا لحظة بركة فتلالة أهلا بلروا شنيا لحوالك يا ودي العينية راك باي تو نجيب معايا زوز باقيتي يا سعيدة هكا إذن حضرات النظارة والنظرات نكون وصلنا لخاتمة هذه الفقرة وما بقالي كان باش نحييكم ونقول لكم موعدنا يتجدد معاكم يوم الجمعة القادم وتحيا الرياضة على قناة 21 إلى اللقاء.